قبل ما نطلع لفاصل، الحقيقة حضراتكم عارفين ان احنا دائما بنبحث عن النماذج اللي بتدينا امل وبتدينا طاقة ايجابية، النماذج اللي بتتحدى اي تحدي موجود عندها. من ضمن النماذج دي فتاة شابة جميلة جدا من المنصورة، عندها 25 سنة، اسمها ياسمين. ياسمين طفلة عادية جدا، ولكن أصابها مرض اللعين في العين وهي صغيرة، فقدت عين، ثم بعد فترة أصابها مرة تانية في العين الأخرى، فقدت العين الأخرى فأصبحت كفيفة. ولكن دي إرادة ربنا، بس دايما أنا مؤمن أن ربنا سبحانه وتعالى لما بياخد من إنسان شيء بيديله شيء عظيم تاني، وعلى كل إنسان أنه يسعى أنه يجد موطن قوته. وياسمين على ما يبدو لقت مواطن قوتها. ياسمين بالرغم من انها فقدت البصر الا انها ما شاء الله موهوبه جدا، ويمكن موهبتها دي اللي خلتها تشارك في احدى المعارض، وخلال مشاركتها في احدى المعارض بالمشغولات اليدويه اللي هي بتعملها كان حلمها انها تسلم على رئيس الجمهوريه، وتحقق حلمها وسلمت على الرئيس عبد الفتاح السيسي. مش موهوبة بس في المشغولات اليدوية، لا موهوبة في كذا حاجة الحقيقة، ما شاء الله عليها، ربنا يحفظها ويزيد من إبداعها في كل المجالات اللي هي بتحبها. طب ياسمين مبدعة في إيه تاني؟ كل القصة هنتابعها في التقرير التالي، ونلتقي بعد الفاصل. تحارب الظلام بالموسيقى والمشغولات اليدوية. ياسمين كشك التي لم يدق اليأس يوما بابها، فتاة من مدينة المنصورة، حاصلة على تمهيد ماجستير من كلية الآداب جامعة المنصورة قسم اللغة الإنجليزية، فقدت بصرها منذ الطفولة، فتحدت إعاقة فقدان البصر بنور البصيرة، وتعلمت عزف الأورج وصناعة الإكسسوارات اليدوية حتى أصبحوا مصدر دخلها. اكتشفت الموهبة إن أنا اقدر ان انا اعزف اي حاجه اسمعها، اقدر ان انا اديها. خدت طبعا الاساسيات بتاعتها ودرستها. بالنسبه للمشغولات اليدويه هي مش صعبه ابدا، بالعكس هي للي بيحبها او للي بيحب ان هو يعمل حاجه بايديه بتبقى سهله. حبيت ان انا اعمل حاجه من لا شيء. لقائي مع الرئيس كان دفعه قويه جدا بالنسبه لي، دفعه ايجابيه قوي اللي هو خلتني انتج اكتر، خلتني احس بان في فعلا حد واخد باله مني، او ان في ان الرئيس بنفسه واخد باله ان في اشخاص هنا منتجه. تعلمت في مدرسه النور والامل للمكفوفين كيفيه تلمس الاشياء، فكان لديها ذاكره مليئه بالالوان حتى عمر ال4 سنوات، وهو ما ساعدها على اختيار ما يتناسب من أشكال وخامات الإكسسوارات وتنسيق الألوان لتقوم بمساعدة أسرتها. وتعلمت عزف الموسيقى وأحيت حفلات عدة داخل المدرسة وخارجها. أنا بحب الفنان عمر خيرت جدا، بالنسبة لي الموسيقى بتاعته بتديني أمل وبتديني جو نفسي جميل كده. أتمنى بجد من كل قلبي إن أنا أقابله في الحقيقة، وإن يعني يتقبلني إن أنا أعزف معاه لو مقطوعة واحدة. أنا حاصلة على تمهيدي ماجستير من 2017. طبعا حاولت كتير إن أنا أقدم على الماجستير، ومعايا يعني الموضوع ومعايا المراجع وكل حاجه، لكن طبعا الدكتورز مش متقبلين ان ازاي كفيف ان هو قادر انه يحصل الماده العلميه دي كلها وقادر يدي فيها. انا سمعت الكلام بنفسي اللي هو انت ازاي كفيفه وبتعملي السيرش والحاجات دي كلها، لا في حد بيساعدك، ف يعني ايه معلش. ففي تعقيدات وجد ماساه. انا أمنية حياتي إن أنا أكمل تعليمي. تعزف الموسيقى وتقوم بصناعة الإكسسوارات اليدوية باحترافية شديدة، وتصر على ممارسة حياتها بشكل طبيعي لتكون مصدر للطاقة الإيجابية لمن حولها، ولتتحدى فقدان البصر بنور البصيرة. محمد سعد، مساء دي مسيه.